ساعه الهجوم تعرفهم عمرك باللي نشوف هذايا القبيحه شنو طويل يعني اليوم كان عندي ثمانية كي تبارا دور خفاريسي كي بوووو ايه هيروين تستوى اليوم كلهم فهمت المعلم ضد بوليسي وعطى سنين اوووو فيه طبعا طيقوه الزميل والله طيقوه المرمون فيديو هذي تكون اول نهار في رمضان وان شاء الله باش نهبط كل يوم في رمضان باش نشيخ فيديوهات فيديو اليوم باش ناخذ شوطة نجلة كما انتم حبيتوا وهذه الكاميرا جانا عندي برشا من اللي خدمتها وما هبطش عليها باش ناخذ شوطة نجلة باش نعملوا راف نمشوا الحومة هذي هيا وزاد نمشوا لهذي تبع الفاكس انا حاشر عليهم كاشا وانا باش نرف له فهمت اذا فما موضوع خاطر ظاهر لو هذيك فما حتى دروغ وعباد رشاشين احنا لازم نكونوا بالمسار اوك معايا زميل ما لازمش خاطر نمشي وحده تحب انك تريحه هذيك انا بدي انا خدام مزال فيها شويه مشاكل مزال معناتها ان شاء الله بشركها وكذلك الكامبي زاد مزال بشركها جسيرين مزال بشركها ان شاء الله الامور وتربي رمضان نص رمضان كل شيء يكون راكح كل مره عملت انا الرفل في الليل طب شنو نعملوا حصلوا في الصباح تو نورمال تو 9 تاع الصباح مازالوا كيف يفيقوا فهمت والله هاي الحمر وما زاد الحمر هذيك اللي على اليسار مش ندخل لها ما غير خلينا نمشيو نبداو على اليمين نورمال خاطر اللي هنا هما يضليو متركنين زمر اي زمر باهي باهي هما ذوما حاصلو واحد وقاعد يتكيف واحد يندرى في الشوشرة كانو قاعد يسكر اخر باش مغطيها بكاردون هذا قاعد يسكر وما يحبش ان شاء الله وفما زوز هذوما ثلاثة الغاديكا برا زميلي هيا زميلي السلام عليكم هيا هلا واحد مش مشكلة لا بس ما فهمتش اخ تدي ساعة الهجوم تعرفهم من مارك باللي نشوف هذايا اخ مش ولنا ولبس كاسك الله اعلم علاش مش مشكل ولا راهو الاخر حتى الاخر هذي تحسو مكسيك يا هوا لا يا خويا اعطيني بطاقة تعريف انت زميل كن حاضر ثانكس هنا مالي كشف الراديو جوني مورك مريض به خلينا نسالوه خويا فاش قاعد تعمل I'm just waiting for a friend قاعد استنى في صعب باش نسالو عندك حاجه ممنوعه ما طلعش مخبي عملوه باش نجي قال ما يحبش يمشي الحبس فهمت انا حبيت منو نجي باش يستعرف ما حبش يمشي الحبس هذه اجابه برا فرق في زميلي انت استنيني خويا تورك لكم الامور الله الله على الدخلة طلع عشان عنده كوكايين تبس الحبس ماله اغزل لي سيسدو زميل برا انت مش باش تكمل معاك انت تو نشوفو نفضو حكاية الكوكايين برا تعطيني بطاقة تعريف اي على الدخلة قلت لك برا عندهم دروغ وفازين عارفها معنا عملوا لك كشف عليه في الراديو عملوا لك كشف في الراديو انت اسمك جوني زين ليه مش عليك انت عليك طلق في الراديو ممكن يجي باهي خلينا نجيوك حتى تي من الاخر خويا عندك شي حاجه ممنوعه خويا القبيحه سنو طويل يعني اليوم كان عندي تمني كي تبارا دور خفاريس كي كل القبيحه باهي شنو هي هذيا منافذ المفصل اشني الحكاية الثانية اللي عندهم مش مخطر نورمالمون اما يتخبى احتويح برشا خلنا يطلع هو قلتو يتكيف مرة عملت تيست دروغ اي انك تتكيف خويا تطلعش خويا تتكيف في سيجار وزطلة ولا موضوع ايه يا مورا ميجا يمكن يتكيف في دخان بيش عندي كهو مرة كحلش اما في كل حالية تاكلك اش نسيبه زعما اش باش نقول لك واحد عنده كوكايين وانت معاه انت خويا زاد معاه برا خويا نشوف معاه انت تكابرت لصاحبك كم تتكابر لك معاه انت لا اقعد يا لك مهم شيء شد عليه الزمن هاي السلام عليكم اي فهمتش علينا ما فهمتوش علاش كلهم يدوروا بكاسك هذه اللي بهتتني انا يعني. بطاقة تعريف كيف لام ضربت بوني بالغلط والله ضربت بوني بالغلط كان كلام من الحمايه
والله كان ضربت بوني بالغاز كنت كمان دوري تجهز هذا صحي يا حدا تدخل جرب بمرانيش يجمعوا الاخرين ولا ريكيت بعضها بكرتوش والله لقطة صارت ضربة والله مش مانيش في جيش نزل على البطون وزلت على هذا الغار ليش هذا يجيب حمام عنده الزهر برا بيته مريض وسيء خلينا نعطيه بطاقة تعريف والله بيكشف الراديو نمر التمرين يا بيه خلص سلوك جدك من الاخر خويا عندكش حاجة ممنوعة فوقك بيه ما عندكش فركش زميلي وانتي اعطيني بطاقة تعريف انا فهمتيش حكاية الكاسكة اللي يدوروا بيه بيه ما عنده شيء بيه برا اخوي انتي اعمل فيش تيست دروج علاش تطلع تركي في مش انتي ليه خل مش خلينا نعمل اللي هذايا لا علاش زاد هذايا يطلع عنده دروج مالكم ليك بيه برا خل فركسك ومش على روحك كم فاي قوة هذايا سامحنا اخويا توصل كان عبيدي للسبيطار بيه هذا عنده فود بيه نضيع شو اسمه هيك نقولوا نحن عنده كيما الغبرة نحن شو نتست عليها فهمت علاش تطلع حرام شو الموضوع هاي والله الحماية بالوقت جيت فين تستيو علي تستيو كوكو ماريوانا كوكايين ايه هيروين تستوى اليوم كلهم فهمت هيروين طلعت ايه يا بابا يا عارف طيحوا مع الدروك تي كلكم مع الدروك ايه انت افضل انت خلق برا شدوا زميل خلق لي مع هذايا انت خوي وشنو شنو فرق سوق عاد فرق فرق شو زميل تو شدوا هذايا بيخرج مش عنده الاخر ما عنده شيء الاخر زاد عنده كيكا براون عنده ذي كما نقولوا عنده غبرة بنية ما نعرفش كيش مفهم نعرفش كيش نترجم لكم بالعربي المهم عنده كما نقول نحن كما الفارين هاي على أقرب واحد تستيو عليه يا ذي فهمت علاش تطلع مين بمين ديما دروغ ايش تكون فهمت بي سي بي بي نيجاتيف تستيو عليهم كلهم فهمت 100% راهو دروك ما تحكيليش يدور بفريده بلا يفوقو بوزيتي فيروين كيما الاخر خويا جمال مجموعة هذوما يدورو بالهيروين وما على بيها برا خويا شدو زين فما كلمة حاكم اللوطا ما عرفش كان فما موضوع خاطر بالاحمر تو نهبطو وي كما كنت تدوري جي تسكر تشوف مع صاحبك بيه وانت برا اعطينا بطاقة تعريف انت يا من روخنا انت ذي كلي كفخ بلي دي اخبر الضربة اما كش عليك في الراديو وطبعا سيبوك مش نحن مع برشا كلي كف نهو يوم مطلوب هذايا والله ايش باش نقول لك زميل نعرفش هذايا مطلوب ولا قبيل اعطيته كف لحظة برك قدم الكهرباء والله ما نعرفش ايش نستنى نخمش باش نعمل معاه نطبق القانون زعما ولا ليه والله ماني عارف والله برا اخويا نسيبوك رغم اللي انتي مطلوب فهمت اما برا تنسيبوك خاطر برا على روحك بدك اللي تكفي عنا برا برا كيف اي زميل اي قدموا خنبتو كابل الحاكم لو ترى شنو حكيتها وضم شنية هي ضم شنية جموع قاعدين لان تنرجع لهم يا اخي روش ليه احكي يا ذي شنو ضرب بوليسي والله ضرب بوليسي استكر بعضها توا معلم ضرب بوليسي وعطى سنين كنت بعضها طيحوه الزميل والله طيحوه والله كنت
نتيجة جميلة أخرى. أخو كم تحاكم أخو؟ والله لازم نتكلم فيه صعب كم فقرة بوقت يا عالم عاونونا. طيب هو الزميل وفي السليح. اوه ايش نعمل وفي السليح؟ فيسا. يا ربي يا ربي عودودي. والله مش نعمل هنا. طيب جيوا فيسا. والله شح شرودة. انا ريدي انا عطب عشرة شي بنعمل حد شي هنا. اوه افسا. والله ما نتفرج من هنا. جيب كم كراب خاطر. والله وين بركب قوة. صح. والله حويل. طاح الزميل هذا. يا ودي هذا المشكلة وفي السلاح ما عادش عندي ما نعمل. زميل اخ اوه المحل حتى تي بي راه مقدم بوشي بوشي عليه وفي تاخو كوفر كلمه نيمي في اخر بوقت. هو هذا هي الحكايه كل بديت جاي هذا نضرب بوليسي ولا اش عمل له مش يجري كيف ضرب كيف دخل فيا ضربت بالكرتش بالغلط هذا كيف ضربها. واو زميل والله ما فهمتش قاعد نغزر من نور. والله حويل. والله شو نعمل توا؟ كنا داخل نعفس يا معلم. جو حماية. والله نمشي لهذيا توا انا والزميل اللي معايا. بالله تفهم شيء والله شوكيت انا الحق. لحظة برك يا اخي نوقف على جنب يا معلم. وجريتي ريتوني انا تروفي نزلت ما عندي برشا خاطر ما عملتش الموت نزلت قاعد نستوعب على ذكي داخل بعض شوية يا اخي دخل برجولي. والله عندي برشا ما لعبتش انا والله حويل. والله بيه خدم شو الليخة على قليلة اللي صارت المشكلة كل جرايمه. والله عندي برشا ما لعبتش انا على ذاك مازلت قاعد نستوعب. وشدوه كانه. يا والله حويل يا والله. والله تشوكيت انا اقسم بالله. انا عم نرجع على خير الغاديكا. وانا مش الرفر مش في بالي ودنيا طاحوا في الزميل تناسي اللي هما ذوما مخترين انا. اقل حاجة تاكل بعضها الدنيا. والله ناس اللي اقل حاجه تذكر بعضها لنا. اخ تفرج. والله ما عندي ما نعمل انا كان نرجع المركز. والله فضيحه. طيحوا زي طيحوا ثلاثه زملاء كلي بالكرهبه وكل اللي جاي الاخر معنا واللي معايا انا يا معلم. ورجوا لي المره الجايه اخ خير اخ. ليه في شيء والله ما فهمتكش بلاي جي جيت انا وقفك انا كنا نحن معك اي وقف لي على شنو نمشي امشي امشي خلنا نوكلو معاك انت انا اخويا طارت لي يا اخو فيش تبهدل اخ شكرا ظهر فيه ايش تعمل يا اخوي خلينا نشوفوا شنو هي حكايتك انت. لا لحظه خلينا نحط لي الضوء. اخو اغزر معايا شو تقول سكرات او انت بي اعطينا ورق السياره. اي نرو اي ظاهر بنرفز ورق السياره. لا لحظه بركي خلينا نشوف الحل. ولا لا علاش ماشي الكرهبه تشوفهم من هنايا شوفهم من التابليت شوفوا مور الكهرباء مور الكهرباء مريقلة اللي يسوق فيه مريقل زيادة
شنو حكيته خويا؟ خلص له سكران ولا شنو هي؟ يخلص له شارب ولا شنو حكيته؟ شارب والله قبيحة أقسم بالله، ريت القبيحة اللي ريتها إذا بكون صح ترقع يعمل لي إيه شارب. من غير ما نكمل إيه أنا أعمل لك تيست خويا بتاع شراب. ماشي ما هو الشارب ما شنو حكيته؟ هو مريض ولا إيش صاير له؟ والله ماني عارف الراجل بلا اخ 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 كذا اخوي تشوف معاه كيفيت يا اخوي مباركيها بالله اخ ما حبش يهبط لك موضوع بيه ما حبش تهبط انا خل نجيب كهرباء اخرى معايا اخوي خاطر انا عارف شوف معاك برشا ومش تقبل الحكايه خل نجيب كهرباء معايا تو نشوف الحكايه كيف مش ما يحبش يهبط زاد اخوي تو نجيب كهرباء تو نشوف معاك كيف قول له بابا ما يحبش يعمل هيا يا زميل هيا واش نعاود لك اهبط طيب اخر مرة اش نعاود شبيعاود من الغادي زيت سايبنا ومشي من الغادي بيه برا زميل عس عس عليه زميل بيه برا خنفرق سكيتي لا علاش نطيحوا عليك موضوع خاطر انتي مرتحت لك جملة وزيت قبيح من فوق تلموا فهمت أشوف لك حكيت اليوم شيخ دروغ يودي اليوم حلقة كل بتاع دروغ على كل لون يا كريمة قسم بالله باش نعمل لك توين اخوي باش نعمل لك برا اخوي تو نزوك المركز وتو البيت هذيك على الاقل طيحنا عليه موضوع لهوية الخويا برا زميل هز معاك برا زميل ركح له امور وتو نمشي على روحي كان القبيحة فيها العرب والله بركا هو حسين وجيت فيديو قسم بالله ميعد قالك يقولوها كعبرتنا خاصة في الزملاء طاحوا فينا كرتوش من جهة الكل دي مش مشكل المهم الفيديو هذا كان أول فيديو في رمضان جينا نرى كيفاش باش نعملوها إن شاء الله الفيديو الجاي باش يكون بخير وخاطر نرجع عندي برشا ما عبطش على المود على ذاك يجد الدنيا ماكلة نخلى بعضها شوي أنا بقدر ربي الفيديوهات الجاي يكونوا أكسح من هكا وكا ويخليكم شهية طيبين.